بهدف الإيقاع بأكبر عدد ممكن من الناس ومن المقاتلين ومن الأبنية ومن المنازل، ويفرض حصارا تاما يشمل الماء والغذاء والكهرباء والوقود، ويمنعون أي إمكانية لأي خروج من غزة أو إلى غزة للبضائع وليس فقط للبشر. والهدف هو محاولة كسر شوكة المقاومة الفلسطينية ومعاقبتها على الضربة القاسية التي تلقتها القوات الإسرائيلية نتيجة لهذا الهجوم. طيب وفي هذا الشأن يعني نعم تفضل. ميدانيا الآن داخل الأراضي المحتلة الفلسطينية نسمع عن دوي صفارات الإنذار ومحاولات لإخلاء المنازل من المستوطنين أو المحتلين، فهل لك أن تمدنا بصورة من داخل الأراضي؟ نعم طبعا، هنالك قصف فلسطيني يشمل مناطق إسرائيلية حتى تل أبيب، وتم إخلاء 5 بلدات محاذية لقطاع غزة، وطبعا توجد إخلاء غير منظم بمبادرة الناس من المناطق الأخرى القريبة من الحدود، القريبة يعني بمعنى بحوالي 10-15 كيلومترا، يوجد إخلاء لأن الناس يهربون فعلا من هذا القصف. القبة الحديدية تحاول أن تسقط أكبر كمية من الصواريخ ولكن لا تستطيع أن تغطي كل الأجواء، وهنالك العديد من الصواريخ التي تسقط وتصيب الناس في المنطقة الجنوبية. وفي الشمال سقط صاروخ واحد في منطقة مفتوحة من لبنان، ولكن وإسرائيل ردت عليه بقصف في منطقة مفتوحة، ولكن لم يتطور الوضع بشكل أكبر. وطبعا الجيش الإسرائيلي جند حوالي 70% من قوات جيش الاحتياط، حوالي 300,000 جندي انتشروا بالأساس في محيط قطاع غزة، قسم منهم يتدربون على اجتياح، مع أن القرار في الاجتياح حجمه ونطاقه حتى الآن لم يتقرر، لأن هنالك تساؤلات عديدة حول هذا المسألة. هنالك محاذير، هناك من يقول أن الاقتحام لو اجتياح لغزة سيكلف ثمنا باهظا أكثر ما يتصور الإسرائيليون، وسيفتح الجبهة الشمالية أيضا، ولذلك هم حتى الآن يترددون في هذا الاجتياح ويفكرون في قضية التعطيش والتجويع وترويع الحياة هو السبيل الأفضل في الوقت الحالي. سيد نذير، وأنت الخبير الفلسطيني والمحلل من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما هي توقعاتكم واستشرافاتكم لسيناريو الممكن بعد عملية طوفان الأقصى؟ هل تعتقدون أن العملية تستمر طويلا أم تنتهي قريبا، وكيف سيكون لها النهاية؟ إسرائيل تحاول أن تظهر بأن القرار هو حربا طويلة، ولذلك قاموا ب تعطيل المدارس حتى 22 أكتوبر يعني بعد أسبوعين، وألغوا الانتخابات المحلية للبلديات المقررة ب 31 أكتوبر، مما يعني أنهم يبثون إشارات بأنها طويلة. في القيادات الإسرائيلية ما يحكم الآن هم هي الغرائز والعواطف أكثر من العقل والتعقل والمسؤولية في إدارة معارك، وهم بحاجة لمن ينقذهم من هذا الفكر، لأن هذا الفكر تقليدي عرفناه في الحروب السابقة وشهدنا دمارا هائلا ولم يسر عن النتيجة التي يريدها هؤلاء الجنرالات الإسرائيلية الذين يعتقدون أنهم يستطيعون أن يكسروا شعبا يعاني تحت الاحتلال 75 عاما ولم يتوقف عن النضال في سبيل حقوقه ووجوده. لا يفكرون بهذا المنطق، وهم بحاجة لمن يساعدهم على التفكير بهذا. أصدقائهم في الوقت الحاضر يشجعونهم على الاستمرار، الإدارة الأمريكية تساعد إسرائيل على الاستمرار في هذه الحرب. هناك من يقول أن هذا الاحتضان لإسرائيل يخبي وراءه مطالب أخرى في لاحقة، ولكن في الوقت الحاضر الموقف الأمريكي المساند للحكومة الإسرائيلية يشجعها على الاستمرار في هذه الحرب ورفض
أي تدخلات لوقفها. وفي المقابل على أرض الميدان ما زالت العملية مستمرة لطوفان الأقصى، وتصدر البيانات تلو البيانات من حركة حماس وناطقيها الرسميين والعسكريين أيضا حول تواصل الاقتحامات لمناطق محتلة وأسر وقتل عدد من الجنود والإسرائيليين. منذ لحظات أيضا إسرائيل تكشف عن تسلل مشتبه فيهم من داخل لبنان على الجبهة الشمالية. هل تؤكدون هذه الأنباء؟ بالنسبة للبنان يقولون أن هنالك تحسب من تسلل وليس تسللات. وبالنسبة للجنوب ادعى ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن المعركة مع المقاتلين حماس التي سيطروا فيها على 22 بلدة في إسرائيل وثلاث تكنات عسكرية انتهت. ولكن هذا ما قاله القائد ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي اليوم في مؤتمر صحفي، فقال له الصحفيون لكن تستردنا معلومات من الميدان أن هنالك شبانا فلسطينيين ملتمين منتشرون في مناطق عدة في هذا. فقال من الممكن أن يكون عدد من هؤلاء ما زالوا موجودين في داخل إسرائيل، مما يعني أن أعتقد أن الحديث عن استمرار العملية بنطاق واسع وليس دقيقا، وكذلك القول الإسرائيلي أنه لا يوجد مقاتلون في داخل إسرائيل هذا أيضا ليس دقيقا. وكما تعرف في الحرب الحرب النفسية تلعب دورا في هذا المجال. ما هي النهاية المتوقعة لهذه العملية؟ هل نتوقع نهاية غير النهايات التي شهدناها سابقا بارتقاء عدد كبير من الشهداء والعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات والتهدئة وضرورة حل الدولتين إلى آخره، السيناريو المعتاد منذ عشرات بل مئات السنين؟ يعني المسألة ليست بيدنا حتى نقرر، لكن نحن نستطيع أن نقول أن هذه المعركة كسرت الادعاء الإسرائيلي بأنها أقوى جيش في العالم وأن القوى العسكرية التي تحملها وتعتبر التاسعة من حيث العظمة في العالم قادرة على كسر شوكة الشعب الفلسطيني أو قادرة على فرض حلول. الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يثبت الآن مرة أخرى أنه لا يحل بالطرق العسكرية. التفكير العسكري الإسرائيلي بأنه يحتل ويمكن أن يقلد الاحتلال هذه نظرية فاشلة ثبت فشلها مرة أخرى. الآن مهما كانت عظمتك العسكرية من الممكن لألف مقاتل من تنظيم مسلح مثل تنظيم حماس أن يخترق حدودك ويضرب كل يقظتك الأمنية وكل جهازك الدفاعي ويلحق بك أضرارا سادحة. فلذلك هذه الفكرة أن تخلد الاحتلال وتخلد تدير الصراع من دون حل وتفرض قوتك العسكرية كنمط أساسي وعامل أساسي يقرر ويحسم في المعركة هذا ثبت فشله. الآن من يريد مصلحة إسرائيل وشعب الشعب الإسرائيلي اللي يذهب ويفهم قيادتها أن هذه الطرق ليست هي الطرق الصحيحة. هذا شعب يحتاج إلى حقوق حرية متنفس تنازل عن كثير من حقوقه ويطالب ب 22% من فلسطين التاريخية. ليس أكثر من ذلك. نظير غزة وقدس. نظير المجلي الخبير والمحلل الفلسطيني من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أشكرك جزيل الشكر. أعود إلى استوديو سوسة نزار الشعري. أيضا كحركة ربما مهمة في إطار الدعم للشعب الفلسطيني وما يحدث الآن، أقرت وزارة التربية رفع العلم الفلسطيني جنبا إلى جنب مع العلم التونسي، وأيضا الاستماع إلى النشيدين وتحية العلمين بالنشيد الوطني التونسي والنشيد الفلسطيني. هل هذه خطوة في إطار إصلاح ربما ما نقدمه إلى الناشئة ليفهموا جيدا هذه القضية بعد 10 أو أكثر من 10 سنوات مما يعرف بالربيع العربي، وكأنه تلاشت هذه القضية ولم تعد لها حسبان؟ هل عدنا لنذكر الناشئة أن هناك قضية اسمها فلسطين وهناك أراضي فلسطينية محتلة لابد من دعم مقاومة استقلالها؟ شوف، على عكس هذه العملية اللي من الواضح أنها لم تكن عملية سهلة الإعداد ولم تكن عملية أعدت في يوم وليلة. نعم، هي عملية أكيد استعد لها لمدة زمنية مطولة كبير، الإعداد والتجهيز والتسليح وإلى آخره إلى آخره. كل ما نراه اليوم من ردود أفعال مع أو ضد
هي ردود أفعال تتخبط بين الشعبي أو الشعبوي وبين الدبلوماسي السياسي. نعم. وشتان بين هذا وذاك. يعني اليوم ما نراه هو جيد، جيد بشكل نحكي على تونس. يعني اليوم ألغينا كل الأحداث الثقافية، وزارة التربية، وكل ما تم اليوم من إعادة هذه النخوة وهذه الصورة الجميلة، وعلى خروج مسيرات عفوية أيضا، خروج هذيك الدولة، هذيك الشعب، هذيك الشعب كان دائما، ولكن الدولة موقف الدولة مهم، لأنه عادة ربما تكون الدولة ضد هذه المسيرات وتقمعها. أنت كنت تسمع في مسيرة سوسة قبيلة، كانت الشعارات ما هيش ماشية مع الدولة دائما. يعني طبعا طبعا لا لا، يعني طبعاً. انا اعتقد انه الشعب ومفهوم الشعب ونظره الشعب للقضيه الفلسطينيه لم لا ولن يتغير. نعم. انه موقف مبدئي وموقف كل الشعوب العربيه، حتى في اكثر الدول العربيه تطبيعا واكثر الدول العربيه مسانده لما يقوم به الامريكان اليوم، هذا يراه الشعب موضوع اخر. طيب. نحكيه تواكع على السياسه ونحكيه على الدوله. الدوله. نعم. اللي عملته في تونس ممتاز، هو رد فعل ممتاز، ياخذ الجانب الشعبي بعين الاعتبار. بعد ذلك مهم جدا انه نقراو الشيء كما يجب قراءته. اليوم انتم حكيتوا مثلا على المسانده المطلقه الامريكيه، ما تنساش انه اليوم في الولايات المتحده الامريكيه في عام انتخابات، اليوم سواء كان بايدن او ترامب الاثنين قاعدين يحاولوا يبعثوا لبعضهم المسؤوليه على اللي صار. اليوم الرئيس السابق ترامب كان يتحدث على التطبيع اللي صار بين الولايات المتحده الامريكيه وايران وتسليم الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 6 مليار دولار في مقابل الأسرى إلى غير ذلك، ويربطها بهذه العملية. ابنه كان في واحدة من تغريداته على تويتر يحكي عن الأسلحة المستعملة في هذه العملية هي أسلحة أمريكية. أمسيز ما هيش الأكا-47 المتعودين أنه نشوفها من الأسلحة السوفيتية، ويقع تساؤل كبير. هذه الأسلحة منين جات؟ البعض يحكي على أنها أسلحة جات من أفغانستان، وهي الأسلحة التي تركت في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي. البعض يربط هذه الأشياء بين اللي صاير في أوكرانيا واللي صاير اليوم في 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 فلسطين. إذن هناك العديد كبير من الأسئلة. أنا أدعو كل المحللين وكل العقلاء إلى أنه ناخذ الآن بعد هذه الفورة وهذه الملحمة وهذا التعاطف الشعبي الكبير اليوم، إيه وماذا بعد؟ كيف سيقع تجميع العرب والمسلمين على كلمة واحدة لدعم غزة؟ كيف سندعم غزة؟ ما هي الأشياء التي يجب أن يقوم بها الشعوب من جهة والحكومات من جهة، حتى أنه ما توفاش كما أنت كنت متخوف قبيلة كيف ستنتهي هذه للأسف كل مرة انطلقت المقاومة في عملية من هذه تنتهي بمجزرة أو بأشياء لا تحمد عقبها. لماذا اليوم لا يكون هذا المنطلق الجديد وتكون النهاية مغايرة تماما للنهاية السابقة؟ سأسأل كل هذه الأسئلة لضيفنا من استوديو تونس لو تسمح السيدة طاهر الشيخ معنا. نعم، كيف لنا أن ندعم ونشجع ونبحث عن نهاية مخايرة ومخالفة للنهاية السابقة سيدة طاهر الشيخ؟ شوف، في الوقت المتبقي ستكون رسائل وستكون إشارات. نعم. أولا المساعدات من المفترض أن يبدأ جمعها من الشعوب العربية، وأنا هنا أطمئن هذه الشعوب سواء في تونس أو في أي مكان آخر أنها ستصل. مطار العريش جاهز لاستقبال المساعدات، ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك. نعم. كلها إشارات أنا سأرسلها برقيا. كنت توقفت عند حرب أكتوبر 73 عندما صرخت جولدا مائير لنيكسون وقالت له انقذوا إسرائيل. أيضا نتنياهو صرخ وقال لبايدن انقذوا إسرائيل. بهذا المعنى بدأت يعني جسر جوي لإمداد هذا الكيان بالذخائر. أولا. اثنين، أصدروا الأوامر لإحدى حاملات الطائرات لكي تتحرك وتقترب من شواطئ غزة. كل هذا يجب أن يكون على الشعوب العربية أن تبدأ بعمل جسر جوي غذائي طبي لمساعدة المجاهدون في الأنفاق في قطاع غزة. مقاومة. ثانيا، كل جولة عسكرية وهذا رد تقوم بها المقاومة
أو أيا كان أو أي فصيل لابد لها من مفاوضات. نحن لسنا من أنصار الحرب المستمرة إلى ما لا نهاية. نعم. حتى لو جنود الأنفاق وصلوا إلى تل أبيب سوف نتفاوض بالتأكيد. لن يعني نحن لسنا دعاة حرب، نحن دعاة سلام مبني على الحقوق العادلة والمشروعة. نعم. نحن دعاة سلام نقول لهم ارحلوا عن أرضنا، ارحلوا عن جزء من أرضنا نبني عليه دولتنا، ارحلوا من 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 سمائنا، ارحلوا من هوائنا. كل هذه الرسائل أنا أقول لك أي جولة عسكرية لابد لها مفاوضات. نعم. من مفاوضات حتى نصل إلى أن طوفان الأقصى، أن طوفان الأقصى سيجرف السيوف الحديدية. أنا أقول لك أن طوفان الأقصى سيجرف السيوف الحديدية، وأن الطوفان الأقصى مستعد لأي تدخل بري. فليتقدموا هذه المرة إلى قطاع غزة، أهلا وسهلا بهم. جنود الأنفاق ينتظرونهم على أحر من الجمر، والذين وصلوا إلى المستوطنات وسوف تكشف فيما بعد كيف وصلوا، في انتظارهم، في انتظار الإشياح البري. إذا كانوا يقولون يبدو أنهم أنك تخفي الكثير من المعطيات لسلامة العملية ومجراها، ويجب إخفائه طبعا، ويجب ويجب ويجب. يا أستاذي العزيز، نعم أفهمك، محلل. أنا كنت في حرب 82 في بيروت، هل هناك كان جائع في بيروت ونحن محاصرون في كيلو متر مربع اسمه الفكهاني؟ نعم. ما كناش، بالعكس. حتى الشعب اللبناني اسألوا كباره، حتى الآن كان الخبز يوزع في شوارع بيروت مجانا، كانت الأفران تعمل مجانا. أنا لا أريد أن أكشف، لكن أعطي إشارات، قلت لك أنا سأعطيك برقيات مشفرة. أنا أقول لك أن هذا طوفان الأقصى، هذه عملية طوفان الأقصى ستغير استراتيجيا سياسيا وعسكريا. وما قبل طوفان الأقصى ليس مثل ما بعد طوفان الأقصى. كل معركة ولها استراتيجيتها، وفي الفترة القادمة لو توقفت عملية طوفان الأقصى ستدرس كما تدرس عملية العبور في أكتوبر 73 في أكاديميات العسكرية. حتى الآن ستدرس عملية طوفان الأقصى، لأنه كيف وصلت هذه القوات لطوفان الأقصى إلى 48 موقعا إسرائيليا وإلى مواقع عسكرية وقواعد عسكرية، قواعد عسكرية. وكأنك تبشر بشكل غير مباشر بمفاجآت قادمة في الساعات والأيام القليلة القادمة لعملية طوفان الأقصى. نعم نعم، نحن نأمل ذلك. نحن خضنا في بيروت معارك واستمرينا فيها 88 يوم. قل لي من أين كنت تأكل، من أين كنت تشرب؟ سأقول لك الآن، هذا هو الرد على من أين يحصل المجاهدون على ذخائرهم. نعم. وعلى مائهم وعلى البسكويت الناشف الذي يحملونه في الجعب. هم لا يحتاجون إلى مناسف وإلى غيرها، بالعكس هم يقتطون على أشياء قليلة. وأقول لك أكثر من ذلك، المستوطنات كانت مليئة بالأغذية. نعم. والمستوطنات كانت مليئة جميل جدا. دوليا مجلس الأمن الدولي لم ينتظر مرور 24 ساعة من انطلاق عملية طوفان الأقصى، ودعا إلى جلسة طارئة. ماذا عن الجامعة العربية التي لم نسمع لها صوتا حتى الآن؟ ما زال تأخر زهير، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فاطمة. المجلس الجامعة العربية تأجل لأن الأمين العام موجود الآن، أبو الغيط موجود الآن في موسكو يقابل الرئيس الروسي. نعلم جيدا أن هذه الحرب الآن التي بدأها الشباب الفلسطيني هي الآن أخذت بعدا دوليا وفي التوازنات الدولية، تهديد بتهديد. نتذكر أن البارحة هددت إسرائيل وقالت أنها
ستوسع رقعة هذه الحرب وأن معناها ستضرب وين يجي. وبدعم أمريكي تكلم الرئيس الروسي وقال إذا توسعت الرقعة فلا تلوموا أن تدخل سوريا وإيران وغيره وغيره. ولكن أنا حبيت نقول لك زهير في لحظات ونرحب بصديقنا بحذاك نزار الشعري أنه الحقيقة في المواقف هذه والمواقع هذه نمشي ديريكت مباشرة إلى الصحافة الأجنبية وإني أقرأ في صحيفة إسرائيلية. إسرائيل تلفظ أنفاسها كتبها فيها آرتس العبرية مقال الكاتب الشهير المعروف آري شبيت ويقول أنه نحن الآن يبدو أننا نواجه أصعب فترة في تاريخنا ولا مجال في حل مع هؤلاء الاعتراف بحقوقهم لأنه أشرس شعب. كذلك نقول لك اللي الكاتب الأمريكي المعروف توماس فريدمان اللي هو يعرف المنطقة جيدا جيدا وكتاباته يعني ما البريفيزيون بتاعه ما تخرج المية يقول زادة في نيويورك تايمز كتب البارح يقول اللي راهو المعركة هذه غير معركة 73. هناك تقدم نوعي، هناك حراك نوعي، هناك شيء نوعي لم يتفطن إليه الغرب وهي معناها ضربت في الصميم أعطى الاستخبارات وهي الأمريكية والصهيونية وخاصة الاستخبارات. نعم. دونك هذا اللي حبيت أقدمه. شكرا لك فاطمة. سأختم مع ضيفينا الكرام، نختم معك نزار الشعري في ختام هذه الحلقة التي خصصناها إلى عملية طوفان الأقصى التي نتمنى لها نهاية مغايرة لباقي نهايات الحروب المستمرة منذ زمن لتحرير فلسطين. النهاية ستكون مغايرة زهير وأنا متأكد من ذلك، لكن ليست مغايرة بالشكل الحربي، هي مغايرة بالشكل السياسي والمفاوضات. لماذا؟ لأنه هذه العملية أتت في وقت حاسم وحاسم جدا، انتخابات أمريكية من جهة، انتخابات مصرية من جهة، انتخابات إسرائيلية من جهة، فك العزلة على الحكومة الإسرائيلية اليوم لينادي نتنياهو بحكومة وحدة وطنية وهذا يمشي غير برشا معطيات. كيف العلاقة بين الحرب في أوكرانيا يعني. لا حرب في أوكرانيا، العملية اللي صايرة اليوم بين التطبيع السعودي الإيراني من جهة. نعم. شوف العملية اليوم في زمن مغاير ومعقد ولن يتم حلها فقط بالتهليل والتكبير. اليوم الشعوب لابد أن تفرح بهذه المقاومة، لابد أن تستبشر خيرا، ولكن النهاية ستكون سياسية، سيكون فيها كثير من الحكمة، ولابد أن يكون لنا دور نلعبه بعيدا عن الشعبوية وبعيدا عن عمليات تضليل الرأي العام. شكرا لك. أختم أيضا مع ضيفنا من استوديو تونس سيدة طاهر الشيخ الكاتب والإعلامي الفلسطيني. سيدة طاهر تفضل. نحن تناولنا الكثير عن طوفان الأقصى ولكن أنا سأختم بكلمة بدأت بها أنت بأطفال تونس في المدارس يحيون العلم الفلسطيني والعلم التونسي على أنغام النشيد الوطني الفلسطيني. سألني مرة عجوز كبير وأنا في جرجيس ألقي محاضرة، قال لي أريد أن أذهب إلى فلسطين لكي أحارب. قلت له فلسطين مليانة رجال وستظهر في الوقت المناسب، ولكن هل لديك أطفال؟ قال لي نعم. هل يذهبون إلى المدرسة؟ قال لي نعم. قلت له عندما يعودون من المدرسة تحدث معهم 5 دقائق فقط على فلسطين والقدس، على فلسطين والقدس. يجب أن نربي أجيالنا كما نربي أجيالنا في فلسطين على التضحية، يجب أن نربي أجيالنا العربية على فلسطين والقدس. فلسطين عربية. فلسطين عربية. أنا بس الوقت غير متاح. قلت في إحدى المحاضرات يا توانسة لكم أرض محتلة. قال لي كيف ذلك؟ قلت له كل ما هو حول باب المغاربة في القدس هو وقف إسلامي رصده صلاح الدين الأيوبي للفيلق المغربي الذي ذهب للمشاركة في تحرير بيت المقدس. وهذه الأرض الوقف الإسلامي لا يزول إلا يوم القيامة. فهذا هو يجب أن نربي أجيالنا، يجب أن تثق فينا الشعوب العربية أن ما سوف يتبرعون به سوف يصل. أنا أؤكد لك ذلك. نعم.
أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. شكرا نزار الشعري. شكرا فاطمة الكراي. شكرا لكل الفريق الذي أمن هذه الحلقة. صابر الوسلاتي أيضا. أشرف عبد السلام في متابعة لوقفة تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني. في انتظار فيديوهاتكم، لو كان تسمحوا سجلوا فيديوهات وأعطيونا مواقفكم من القضية. فما برشا كما طاهر زريلي بعث لي قصيدة منذ لحظات، يريد تصورها لنا فيديو، تبعث لنا مصورة أو غدوة نحاول نجمع جميع الفيديوهات. إذا كان تحبوا تبعثوا بعثوا على الميسنجر متاع صفحة فيسبوك جوهر FM، وإلا بعثوا لي زادة على الميسنجر متاعي ميسالش على الفيسبوك الشخصي متاعي على انستغرام. وين ما تحبوا ابعثوا فيديوهاتكم وغدوة نجمعهم إن شاء الله نعديهم في حلقة جديدة. سينو يبقى التعليق لكم أنتم على 73 24 3000 وإلى على 29 100 100. نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة من حلقات بوليتيكا. أجمل تحياتي زهير الجيس. شاي طيبة. عاشت فلسطين والنصرة للمقاومة. إلى اللقاء.